بالنسبة للماراثون صاحب المرتبة الثانية الرائد العجلان نصعد فوق الزغروطة هاد مسالس أكيد أنكم افترتوا بالنوبيا ولا بالمركوكش هذاك علاش تعبني شوي ثم المرتبة الثالثة علي بن مية ولا جمهور علي بن مية قول ياسر علي بن مية جمهورة صاحب المرتبة الرابعة فرعون علي هذه الحمية هذه الحمية ثم مرتبة خامسة عدي بن منية وين يا حبا واثقة عدي خديم وحدة أيضا بالتساوي مرتبة خامسة أحلى تصفيق الجميع يا سيدي على كل